السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل بيت وفي كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في برنامج هي دي مصر. ودايما برنامج هي دي مصر بيقدم لنا أجمل وألمع الشخصيات. قبل بداية اللقاء أرحب بزميلتي اللي منورانا حبيبة أسامة، أهلا بيك يا حبيبة. الحمد لله كويسة. أرحب بضيوف الكرام أحمد علي. أهلا بيك أستاذ عبد الرحمن. إزيك أحمد منورنا. الله يبارك لك. أنت أرحب بإياد علي. إزيك؟ أهلا وسهلا حبيبي إياد. أهلا بيك. عاوزين نتكلم عن بدايتك بقى يا أحمد. والله انا كاتب ومؤلف، بسمي نفسي يعني متعدد المواهب، ان هو افلام، مسلسلات، قصائد شعريه صعيديه، اغاني، قصائد مضحكه، حاجات زي كده يعني. جميل. وان شاء الله النهارده كنت حابب ابدا بحاجه صعيديه، بس طبعا ما ينفعش، مصر هي امنا كلنا، هبدا في حاجه وطنيه كده ان شاء الله. طب جميل، سمعنا ابدا فيها دلوقتي. سمعنا. وبرضو بالمناسبة نفسي تبقى أغنية أساسية زي تسلم الأيادي، لأن هي كلماتها جميلة جدا وتستحق يعني. بإذن الله نسمعها، شوقتنا بقى. الله يبارك لك. فبقول فيها أمسك المايك. أمسك المايك. بقول فيها أغنية البلدي هغنيها، وتحية لكل الأحرار، الجيش والشرطة وعليها، ويسمعها الخاين يحتار، والشعب المصري لازم يعرف من هم بجد الأشرار، وأنا جاي متواضع بنصيحة وبهديها لكل الأعمار، وبلدنا بإيدنا هنبنيها، ومصر لا يمكن يوم تنهار. ركز ويا كلامي وصحصح، لازم نفهم، لازم تفهم، لازم تفرح ببلادك وتطير، خليك مع بلدك قويها، ومن الأعداء لازم تحميها، اللي باعوا الضمير، الخاين والفاسد، واللي يقلل من جيش بلده تملي ويشكر في الغير، عمال بيمجد أسياده، أعدائنا وأعداء لبلاده، ومش عايزلنا الخير، اللي يقلل من قيمة بلده بيجيب العار حتى الولد، وهيندم كتير. أما الوطنيين بزيادة، رجالة وأبطال كالعادة، بحييهم كتير، وهغني لمصر وأبطالها، الرجالة الشجعان اللي بعون الله هم أملها وهم النصر كمان. وبقول للناس الكذابة، مصر لا يمكن تبقى خرابة، إحنا أسود لو كنت ديابة، وتحيا مصر كمان وكمان، تحيا مصر كمان وكمان. ما شاء الله عليك. برافو عليك. ما شاء الله. عايز اسالك بقى عن حاجه، يعني فضلي. طبعا بيبقى كل جانب بيبقى في حد بيسمعك، في حد بينتقدك في كده، مين كان اكتر حد مستمع ليك؟ يعني انت بدات تعرف ان انت جواك موهبه الشعر دي من امتى؟ والله انا يعني ممكن ما حدش يصدقني، انا من سته ابتدائي والله كان المدرسين، يعني اقول اي حاجه مثلا عن الهجره عن كده، كان المدرسين يدوني ممكن حتى فلوس، ممكن يدوني حلاوه بتاع في الصعيد. جميل. طبعا الكلام ده. ايوه، هديه رمزيه. فوالله من وانا صغير. بعد كده طبعا الحياه خدتني شاب مكافح، عايز اتجوز، عايز اخطب، معايا مصاريف بتاع، بشتغل عادي في المقاولات في البتاع كده. جميل. فحلمي من زمان، وان شاء الله ربنا يكرم، ولكن انا متمكن وواثق من نفسي، وان شاء الله الافلام اللي عندي هتكسر الدنيا، وعامل مسلسل اسمه الصقر والقهر، ما فيش مستحيل حاجه تقف قصاده. طبعا ان شاء الله خير باذن الله. باذن الله. نروح لاياد بقى. ازيك يا اياد؟ الحمد لله تمام. عاوزين برضه نتكلم عن بدايتك، ومين اللي شجعك، ومين اللي خلاك تستمر؟ هو انا بصراحه يعني في البدايه انا اصلا الموضوع كنت حاسه ان هو حاجه بتسليني انا شخصيا. جميل. كنت دايما وانا في دراسه، اذا كانت في الجامعه ولا بتاع، كنت ممكن انا مع الديسك واسمع نفسي، ما كنتش بحب حد يسمع صوتي. لحد يعني ما غنيت في كذا مكان. جميل. في نهائي بطولة كرة قدم، في حاجات كتيرة يعني. جميل. وناس عجبها الصوت بس يعني، فابتديت بقى من هنا ابتديت اهتم شوية بصوتي. بقالك قد ايه بتغني؟ لا بقالي كتير قوي جدا يعني، بقالي حوالي يمكن 8 سنين او 10 سنين تقريبا يعني. بتغني قديم بقى ولا؟ لا والله انا بنوع، بس انا بصراحة ماليش في الشعبي قوي يعني. اللي انت اللي اكتشفت في نفسك صوتك ده صح؟ بالظبط. اه، ما كانش في حد يعني قال لي صوتك حلو ولا بتاع، غير لما انا غنيت. أيوة. في مثلا في اكتر من مكان. طب جميل، سمعنا اي حاجه. طب انا هسمعكم حاجه لمحمد فؤاد، بس حاجه يعني ايه، دينيه شويه. جميل. حلو الدين، سمعنا. في كل زمان يبان واحد يقوم يدعي الهدى للناس، وكم من دول كريم القول وشايل هم ناس تابوا وقاسوا. في كل زمان يبان واحد يقوم يدعي الهدى لناسه،
وكم من دول كريم القول وشايل هم ناس تابوا وقاسوا أمين وأمين على الأمة ونور للغيبة والغمة أمين وأمين على الأمة ونور للغيبة والغمة كتاب الله دخل قلبه شرح معني بإحساسه ناس طيبين لحيلتها مال ولا جاه طلع ابنهم غني بالإيمان والدين رب العباد حبب خلقه في لقاه ده صوته لو مسوا الحجر بلين دخل القلوب لله كده في لله وكان أبويا وصلى بينا سنين تسمع دعاء قلبك يقول الله ده صوته لو مسوا الحجر بلين أمين وأمين على الأمة ونور في الغيمة والغمة كتاب الله دخل قلبه شرح معني بإحساسه. جميل ما شاء الله عليه جميل. إحساسك حلو جدا برافو عليك. ميرسي يا رب. جميل نروح لأحمد. والله أنا هرجع طبعا للهجة الأساسية بتاعت الصعيد الأهلي وناسي محضر لهم حاجة يعني حلوة خالص وجميلة بإذن الله يا ريت تعجبكم بس هحاول أسرع فيها لأن هي كبيرة شوية لكن ممتعة إن شاء الله. تمام إن شاء الله. بقول فيها نزلت مصر مع أبويا اللي بالعمة راجل صعيدي وباين حتة من دمه إنه صعيدي من غير ما يحكي ولا كلمة راجل كبير عيان لكن ربانا على الهمة يبص لي بعينه يلاقيني انا في همه فاهمه يعني نزلت من القطر حطيت ايدي على كمه ومشيت في جاره خايف عليه من وقعه الزحمه قال روق عليا يا ولدي دي ناس فهمه هيشنقلوني وانا كبرت ولا يكون شابوك عمي قلت له ما تزعلش حقك على راسي قال عارفك ولد زين وانا خلفت مش ناسي عاملت ابوي زين قبلك ما تنساشي خليني على راحتي أمشي بعكازي وشم ريحة مصر شوف من كام ما جيناشي إيه والله زمان يا مصر فكراني بالزمة كبرت أنا وعجزت وانت عروسة مبتسمة أنا الولد اللي كنت زمان أجيكي أشقى وأتعب علشان أبنيكي وسهرت في الجيش زمان علشان أحميكي وكنت أحب أتمشى في شوارعك وحواريكي أنا الولد اللي كان عاشقك عمره في يوم منسيكي دلوقت أنا عيان وصفولي الطبيب فيكي جيت لك وأنا تعبان أقول لك سر وحكيكي وإذا كان على مرضي فأنا عشمان في رب الكون قبليكي ما أنا مؤمن وإنت عرفاني ومتربي على أديكي أقول لك أنا جاي ليه ولا خبيش عنيكي جاي لك مودع وبرضك ومش زعلان وبرضك جاي اوصيكي على عيالي وعلى عيالك دول اللي هيحموا اراضيكي ما تزعليش منهم في يوم دول ساعه الجد هيقولوا نفديكي بينا يا ولدي على الدكتور وخدني في المترو بلاش الف وادور يا ابويا نركب تاكس قال يا ولدي مالش نفس وديني عند الناس واللمة حسيت كان ابويا كان بيودع الايام انا قلت لبي رغبته مفيش داعي لكتر كلام ولا المنهتة معاه لها لازم وصلنا المترو وركبنا ما قلت لك يا ابوي يا ريتنا ما ركبنا في التاكسي كان ينفع نريح حتى ما ركبنا في التاكسي كان ينفع نريح حتى ما ركبنا استحمل شوية يا ابوي على الله ترسى ما ركبنا قال رجلي وجعتني ومن طول السكة تعبتني اعذرني يا ولدي ريحك لعج زمي لقيت الناس بصت له وقالوا له ايه ده حق ده شيء غريب بجد فاكر لي نفسك فين ولا انت تطلع مين ابوي شاور لي ساعتها وقال لي ولا كلمه انا اللي هجاوبهم بالذوق وبالحكمه قال لهم انا ولدي اللي قدامكم وليا ثلاثه غيره كانوا بيجروا في علامكم وانا اللي ظلمني اعلامكم
مع إني ساعة الحرب بتلاقوني أمامكم، وأنا اللي في الأزهر إمامكم، وأنا اللي طول العمر خدامكم، أشقى وأتعب علشان تتحقق أحلامكم. وخادم القوم سيدهم يعني مش عيب، ده احنا يا ولدي إخوانكم. لو خدتوني غياب في الثورة سامحوني، كنت مشغول بغيابكم، ولدي كان في الجيش بيحمي ترابكم، والتاني جاله استدعى راح ولا خانكم، والتالت وقف تفتيش زي الصقر في الشارع بيحمي العرض والأموال وأثاركم، والرابع كان في الغربة متبهدل لولا أكل العيش وظروفه كان جالكم. أنا اللي منكم، بصوا في ملامحي شبهالكم، يمكن لهجتي تختلف بس الروح ريحالكم، وبحب لهجتكم وغنوتكم وفنانكم. أنا الصعيد الجدع ومصر والداني وولداكم. قول يا مصر أنا مين في ولادك الأحباب؟ أنا اللي شغال كل حاجة من يوم ما كنت شباب، وعمري ما كسلت لحد شعري ما شاب، ولا يوم أنا تكبرت ولا أملك في خاب. لو شجرتي عليت تلقي نسيم وطياب، لو زرعتي قلت أقول نصيب غلاب، ما حملتكش يوم همي ولا كنت ليك عذاب، ولا كرهتك يوم ولا كنت يوم قلاب. تنسيني مش بزعل، تكويني بتحمل، وإذا كنت مش صادق قولي علي كذاب. لو أشتغل فراش ولدي مدرس بيعلم الآداب، لو أشتغل كناس أو أشتغل بالفاس أو أشتغل بواب، ولدي مهندس ولدي مهندس يعرف أصول الهندسة والحساب، وعرق جبيني خلى ابني طبيب لما المريض على إيده خف وطاب. أنا اللي علشان البطالة كنت بتغرب، ولا اشتكيت لك يوم ولا لساني عاب، وكنت أرجع لك سعيد فرحان سعيد فرحان بعد غياب. ده احنا اللي بينا ودي من الغالي ولا يقطعوش أغراب، يا شعب مصر توحدوا أنا وانت 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 كلنا أصحاب. أنا ضيف من قبلي عجزت جسمي ساب، آسف على زعلكم ما حملتش الجزمة، أنا رجلي وجعاني والعيب ملوش لزمة، مصر اللي وحشاني زرناها بالعمة، روحني على بيتي يا ولدي ولا كلمة. لقيت الناس قالوا له ما تزعلش، حقك علينا ما نعرفش، إن أنت حتة سكرايا حقي والنعمة، والكل صالح وفرح وتحلت الأزمة، وأبويا عليت ضحكته زي الشديد عزمة، رحلة مودع رحلته ورسالته مهمة. آسف للإطالة. شابو بجد، عايش عايش بجد والله. نروح لإياد بقى. عايز اسالك سؤال طبعا، تفضل. يعني انت في العيله انت لوحدك اللي بتغني، ولا كان في حد قدامك قدوه وكده وانك عايز تطلع مغني لحد؟ لا لا بالعكس، لا انا لوحدي. طب مين مثلا الاعلى بقى في الغنى بصراحه؟ يعني انا بالنسبه لي انا مثلا الاعلى كانت نجات. جميل. نجات حافظ للجنات. حافظ للنجات هو للاسف مش حافظ لها حاجه، بحب اسمعها لكن ما بحبش احفظ لها اغانيها، ما شاء الله طويله وانا ذاكره عندي. اي حاجه بقى انا هسمعكم حاجه قديمه من فيلم انا بعشقه، فيلم اللي هو بتاع عمر الشريف ورشد أباظة بتاع صراع في المين. تمام. يا مهون هون هون، يا مهون هون على طول وتروح بلدك يا غريب، وتلاقي عشط حبيب وتروح بلدك يا غريب، وتلاقي عشط حبيب مستني يقولك سلامات. يا مهون هون هون، يا مهون هون على طول، يا مسافر بين جنة ونور، يا مبحر ومعدي بحور، يا مسافر بين جنة ونور، يا مبحر ومعدي بحور، خد بالك لا الدنيا تدور، وتروح بلدك يا غريب، وتلاقي عشط حبيب مستني قول لك سلامات. جميل. انا بعرفكم طبعا بهديها لبنتي اليوم ده. جميل. معلش هنطلع لفاصل وهنعود. ورجعنا لكم من تاني
نكمل بقى قصتنا مع احمد. انت قلت لنا صعيدي بقى وقلت لنا واحد مؤثر وكده، قول لنا حاجه. والله وانا في حاجه مضحكه شويه. انا اول ما لقيت ان موضوع الشهره صعب جدا مهما كنت موهوب، هو صعب يعني ما بيكملش الا اللي نفسه طويل، يعني مش اللي موهوب اكتر، لا اللي نفسه طويل هو اللي بيكمل. فانا اخترعت حاجه كده زودت بيها الموهبه عندي، اللي هي مثلا ايه، ليه ما افرش في النت وكده واقول حاجات مثلا تشد انتباه الناس، مضحكه بتاع. هو دايما الفيس هو الحاجه الوحيده اللي بتشهر دلوقتي وهي اللي بتقدر توصل معلومتك لكل الناس. بالظبط. فعملت حاجه اسمها معاناه الموهوبين قبل الشهره، خليتها رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثه، وممكن اعمل اكتر، بس ايه النهارده هقول لكم حاجه رقم اثنين كده مثلا. فبقول فيها هي مضحكة وعبارة عن سخرية. ضحكنا انت بشوانا اللي بضحك عاوزين نضحك. طيب يلا يلا بقول فيها لكل اللي تابعوني بقول شكرا بكل سرور بضغطة بلايك على الفيديو او المنشور، وبوعدكم لا هتكلم عن الشهرة ولا عايزها في داهية تغور، دي جابت لي الكافية وانا بجري وراها، تقولش ساكنة بخور. دي جابت لي الكافيه وانا بجري وراها، تقولش ساكنه بحور. خلاص هاخد بنصيحتكم، بجد بجد بشكركم، هغطي رجلي وانا نايم عشان ما احلمش وازعجكم، واحب كمان اطمنكم دي كانت ازمه واتحلت مكانش غرور. لا احلم تاني ولا فنن وانا ناقص اخويا يقول لي ده اتجنن، هشوف لي مهنه احسن لي وهبقى صنايعي متمكن، بذمتكم مش كده احسن ولا افضل بس الف وادور. انا عن نفسي مش ناقص وأورائي هقطعها وادوس على حلمي وناقص، برامج ايه اللي انا اطلعها وهي الشهره فضيالي يا اخي نايل وعيش مش. وبعد ما قطعت اورائي، هي دي المشكله بقى، وبعد ما قطعت اورائي واغنية اللي انا كاتبها باشوائي وافلامي اللي كانت هتكسر الدنيا، رميت كله ما عادش شيء باقي، نسيت ان الدنيا لقى وتلاقي، لقيت تليفون كده جالي وانا لوحدي مطفي النور، فقال لي ايه يا احمد انا متابعك مع اني ليا تحفظ كده على الماشي، احب اطمنك يا ابني هتطلع على القنوات ما تقلقش وهبقى افكرك ما تنساش. الصوت ما كانش غريب عليا، فبقول له مين حضرتك؟ قال لي وائل الابراشي. وبذكر الاستاذ وائل الابراشي بنتمنى له الصحه والسلامه وشفاء العاجل باذن الله. قال لي وائل الابراشي كلامك الفيديو اللي فات عجبني، بس ما اتصلتش بيا ليه يا ابني؟ ده اسلوبك، ما اتصلتش بيا ليه؟ ده اسلوبك حلو يا ابني، على العموم انا هساعدك، تقدر دلوقتي تتفضل تقابلني، هتعرف على الهوا تكمل ولا نسجل الاول؟ يلا رد بسرعه، طب كلمني انا مستعجل ورايا حضور. لقيت نفسي كده حوليت واصفريت وازرقيت، ولولا اني متماسك بجد كنت انا اتشليت. ما لسه مقطع الورق هو الحظ. ولولا اني متماسك بجد كنت انا اتشليت، ولسه يا دوب هرد عليه لقيت الخط قال تيت 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 تيت. وطبعا لو حلفت لكم هتقولوا عليا اكيد عبيط وممكن تطلبوا الدكتور. نزلت الشارع اتمشى وافكر في اللي بيحصل لي، لقيت تليفون، لقيت رساله جايه لي واحد كاتب لي بيقول لي انا حليت لك الموضوع معايا عنوان منى الشاذلي، وهو ده اللي انا عايزه ونفسي فيه بقالي شهور. ركبت التوك توك الاول وقلت له خدني على العنوان ده مستعجل، ووصلت وفضلت هنده وصوتي يهز ويزلزل، ما لقيتش. نورتني نورتني يا ماشي، نورتني يا حبيبه. انا مبسوطه اكتر ان اتشرفت. وانت زورنا في حلقه جديده ان شاء الله من برنامج هي دي مصر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.